السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم طلابي الأعزاء. محاضرتنا اليوم بالقانون الدستوري عن أساليب نشأة الدساتير ونهاية الدساتير. طبعا تعرفنا في المحاضرات الماضية عن الدستور، تعريف الدستور، القواعد الدستورية، الأعراف الدستورية، العرف الدستوري، أنواع الدساتير. اليوم راح نحكي عن أساليب نشأة الدساتير. طبعا نميز بين أساليب نشأة الدساتير بين نوعين من أساليب نشأة الدساتير، في عندنا أساليب ديمقراطية وفي عندنا أساليب غير ديمقراطية. طبعا الأساليب غير الديمقراطية هي الأساليب التي كانت سائدة قديما، أما حاليا فالأساليب السائدة هي الأساليب الديمقراطية. هلا بغض النظر عن الأساليب المتبعة سواء كانت غير ديمقراطية أو ديمقراطية، لابد من نشوء الدستور سلطة مختصة بوضع الدستور تعرف اسم السلطة التأسيسية الأصلية. السلطة التأسيسية الأصلية هذه السلطة المختصة في وضع الدساتير، والسلطة المختصة في تعديل الدساتير نسميها السلطة التأسيسية المشتقة أو المنشأة. سميناها السلطة التأسيسية المشتقة لأنها مشتقة من السلطة التأسيسية الأصلية. إذن السلطة التأسيسية الأصلية هي السلطة المختصة في وضع الدساتير، وهذه السلطة تضع الدساتير بكامل إرادتها، فهي لا تتقيد بأي جهة قانونية ولا يوجد أي قيود مفروضة عليها، فهي كاملة الحرية وكاملة الإرادة والحرية في وضع الدستور، ولا يوجد أي قيد يحد من إرادتها في وضع الدساتير. أما السلطة التأسيسية المشتقة أو المنشأة كما ذكرنا هي السلطة المختصة في تعديل الدساتير، فهذه السلطة تعمل، طبعا سميناها مشتقة لأنها مشتقة من السلطة التأسيسية الأصلية، طبعا تعمل وفق القيود المفروضة من قبل السلطة التأسيسية الأصلية. إذن السلطة التأسيسية المشتقة مقيدة العمل، مقيدة من قبل من؟ من قبل السلطة التأسيسية الأصلية. السلطة التأسيسية الأصلية غير مقيدة، لا يوجد على عملها أي قيد أو أي ضوابط، وإنما طبعا ضوابط تعمل وفق الضوابط القانونية، وإنما لا يوجد أي قيد يحد من إرادتها في وضع الدساتير. هلا قبل ما نفوت في السلطة التأسيسية الأصلية مما تتكون، رح نحكي عن أساليب نشأة الدساتير. مثل ما ذكرنا في عندنا أسلوبين، أسلوب غير ديمقراطي وأسلوب ديمقراطي. طبعا الأسلوب غير الديمقراطي في وضع الدساتير، الأسلوب غير الديمقراطي في وضع الدساتير هو الأسلوب التي هو الأسلوب الذي تسود فيه إرادة الحاكم على إرادة الشعب، أو على الأقل تلتقي فيه إرادة الحاكم مع إرادة الشعب. إذن الأسلوب غير الديمقراطي في وضع الدستور هو الأسلوب الذي تسود فيه إرادة الحاكم على إرادة الشعب، أو على الأقل الأسلوب الذي تلتقي فيه إرادة الحاكم مع إرادة الشعب. عم نقول هو الأسلوب الذي تسود فيه إرادة الحاكم، يعني في النهاية إرادة الشعب معدومة، وإنما فقط إرادة الحاكم هي المسيطرة في وضع الدستور، فيضع الحاكم الدستور وفق أهوائه ومصالحه الشخصية. مشان هيك سميناه أسلوب غير ديمقراطي، أو على الأقل عم نقول الأسلوب الذي تسود فيه إرادة الحاكم على إرادة الشعب، أو على الأقل تتقي فيه إرادة الحاكم مع إرادة الشعب. طيب هلا الأسلوب الذي تسود فيه إرادة الحاكم على إرادة الشعب نسميه منحة. أما الأسلوب الذي تلتقي فيه إرادة الحاكم مع إرادة الشعب نسميه عقد. هلا في النهاية المنحة أم العقد هو أسلوب غير ديمقراطي، وإن كانت العقد هي مرحلة انتقالية من الأسلوب غير الديمقراطي إلى الأسلوب الديمقراطي. بداية سوف نبدأ بالأسلوب غير الديمقراطي، المنحة. المنحة تعتبر أسلوب غير ديمقراطي. لماذا هو أسلوب غير ديمقراطي؟ لأن في هذا الأسلوب تسود فيه إرادة الحاكم على إرادة الشعب، أي يتم وضع الدستور من قبل الحاكم وفق أهوائه ومصالحه. إما الحاكم يضع الدستور من تلقاء نفسه أو من تحت ضغط الشعب، وغالبا يكون تحت ضغط الشعب، لأن الحاكم لا يريد وضع الدستور للناس حتى لا يكون هذا الدستور قيد على عمل وتصرفات الحاكم. إذا ويعتبر حينما يضع الحاكم الدستور هو انتقال من الملكية المطلقة إلى الملكية المقيدة، لأنه الأساس الحاكم لا يعترف بوجود الدستور، ويعتبر كل ما يصدر عنه يجب أن يطبق، وكل شيء لا يصدر عنه يجب أن لا يطبق، وبالتالي كانت إرادته مطلقة. وحينما جاء الدستور اعتبر الدستور من وجهة نظر الحاكم أن الدستور يقيد عمله، وبالتالي يعتبر وضع الدستور انتقال من الملكية المطلقة إلى الملكية المقيدة. إذن المنحة هو أسلوب غير ديمقراطي تسود فيه إرادة الحاكم على إرادة الشعب، حيث الحاكم يضع الدستور من تلقاء نفسه تحت ضغط الشعب، وغالبا يتم وضعه تحت ضغط الشعب
إن الحاكم من تلقاء نفسه لا يريد أن يضع دستور حتى لا يشكل ذلك قيدا على تصرفاته، ويعتبر هذا الأسلوب انتقال من الملكية المطلقة إلى الملكية المقيدة. هلا السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، حينما يضع الحاكم الدستور سواء تلقاء نفسه أو تحت ضغط الجماهير الشعب، ومثل ما ذكرنا غالبا يتم وضع الدستور من قبل الحاكم تحت ضغط جماهير الشعب المواطنين، هل يحق للحاكم بعد أن يضع الدستور للناس أن يسحب هذا الدستور؟ هلا في عندك رأي بيقول لك طالما هو منح الدستور وبالتالي يحق له أن يسحب، طبعا هذا رأي ضعيف وغير مقبول مرفوض. طبعا الرأي الغالب والأصح أن الحاكم حينما يضع دستوره للشعب لا يحق له أن يسحب هذا الدستور. لماذا؟ لأنه حينما الحاكم أعطى الشعب الدستور أو منح الدستور للشعب، يكون الحاكم في هنا قد أعطى للناس حقا من حقوقهم المصادرة، لأن بالأساس الدستور هو حق للناس. فحينما منح الحاكم الشعب الدستور، هنا يكون الحاكم قد أعاد للناس حق من حقوقهم المسلوبة. طيب أعطاهم هذا الحق الدستور، هل يحق له أن يسحبه؟ طبعا لا يحق له أن يسحب هذا الحق. وإن سحب هذا الحق الحاكم، يكون في هذا الحالة قد اغتصب الحق مرة أخرى، لأنه الدستور هو حق للناس. فإن سحب الحاكم هذا الدستور من الناس، يكون هنا قد اغتصب حقا هو من حقوق الشعب. إذن السؤال، هل يحق للحاكم أن يسحب الدستور بعد أن منحه؟ في عندك رأي مثل ما ذكرنا هو رأي ضعيف وغير مقبول، أنه طالما هو منح الدستور يحق له أن يسحب. أما الرأي الغالب والأصح لا يحق له أن يسحب، لأن الحاكم حينما منح الشعب الدستور أعاد للشعب حقا من حقوقه المسلوبة، وحينما الحاكم يسحب هذا الدستور مرة أخرى، يكون هنا الحاكم قد سلب هذا الحق مرة أخرى من الشعب، وبالتالي لا يحق له أن يسحب هذا الحق، وإن سحبه يعتبر هنا قد اغتصب حق من حقوق الشعب. طيب أقول لك هذا الأسلوب الغير الديمقراطي المنحة. طيب أيضا في عندنا ذكرنا أسلوب أيضا غير ديمقراطي، ولكن يعتبر هذا الأسلوب هو مرحلة انتقالية من الأسلوب غير الديمقراطي للأسلوب الديمقراطي، اللي هو العقد. في العقد تلتقي فيه إرادة الحاكم مع الشعب. هنا في العقد لا يتم تجاهل إرادة الشعب، ولا يتم فرض إرادة الحاكم بشكل مطلق، وإنما يتم وضع الدستور بالتوافق بين إرادة الحاكم وإرادة الشعب. وهنا في هذه الحالة تسمى الدستور عقد، أي يتم وضع الدستور بناء على إرادة الحاكم وإرادة الشعب. الحالة الديمقراطية الأصح يتم وضع الدستور بناء على إرادة الشعب، ولكن هنا في الأساس كان يتم وضع الدستور باستناد إرادة الحاكم. مباشرة يتم انتقال إرادة الشعب، هذا صعب، وبالتالي كان في عندنا مرحلة وسطى اللي هي العقد، حيث يتم وضع الدستور بالتوافق بين إرادة الحاكم وإرادة الشعب، بحيث لا تطغى إرادة الحاكم ولا يتم تجاهل إرادة الشعب، أي مرحلة وسطى بين الأسلوب غير الديمقراطي والأسلوب الديمقراطي. نور، شو معلش تفتح الصوت وتسألني شو هو سؤالك بالضبط؟ تفضل نور. السلام عليكم، كيفك أستاذ؟ وعليكم السلام ورحمة الله. للنور، تفضل. أستاذ، لما أنت كنت عم تحكي متونة على إذا كان بحق للرئيس إلغاء الدستور، أنا قلت إنه ممكن يعدل عليه، إذا ممكن يعدل عليه إيه ممكن، بس ما بحق له طبعاً. نور، هلا رح نشوف لقدام لما رح نحكي عن السلطة التأسيسية الأصلية، هي السلطة المختصة بوضع الدستور، وفي عندنا السلطة المختصة بتعديل الدستور اسمها السلطة التأسيسية المشتقة. طبعا يمكن تعديل الدستور، ويمكن أيضا إنهاء الدستور ووضع دستور جديد، رح نحكي عنها بالقسم الثاني من هذه المحاضرة، يعني في القسم ايوه الثاني الأخير رح نحكي عن هذه التفاصيل بشكل دقيق إن شاء الله. تمام. إذا هذا الأسلوب هو الغير الديمقراطي في وضع الدساتير المنحة، حيث يتم وضع الدستور استناد إرادة الحاكم. العقد، يتم وضع الدستور حينما تتلاقى إرادة الحاكم مع إرادة الشعب.
طيب ننتقل إلى الأسلوب الديمقراطي في وضع الدستور. الأسلوب الديمقراطي في وضع الدستور يكون بوضع الدستور استنادا إرادة الشعب. إذن الأسلوب الديمقراطي في وضع الدستور يتم بالاستناد إلى إرادة الشعب. في عندنا طريقتين للأسلوب الديمقراطي: الجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي والاستفتاء الدستوري. إذن وضع الدستور استنادا للأسلوب الديمقراطي، في عندنا طريقتين: الجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي والاستفتاء الدستوري. بداية نبدأ بالأسلوب الأول اللي هو الجمعية التأسيسية. طبعا يعتبر هذا الأسلوب من تعابير الديمقراطية غير المباشرة أو الديمقراطية التمثيلية. كيف يعني؟ في هذا الأسلوب الديمقراطية الأسلوب الديمقراطي في وضع دساتير من خلال الجمعية التأسيسية يتم انتخاب هيئة من قبل المواطنين. إذن يتم انتخاب هيئة من قبل المواطنين، هذه الهيئة تسمى جمعية تأسيسية أو مجلس تأسيسي. الغاية من هذه الهيئة المنتخبة مهمة وضع الدستور. إذا نحن المواطنين انتخبنا هيئة بنسميها هيئة تأسيسية أو مجلس تأسيسي مهمة وضع الدستور، وحينما تجتمع هذه الهيئة مهمة فقط وضع الدستور، تجتمع وتتناقش وتضع الدستور، وحين الانتهاء من وضع الدستور يصبح الدستور نافذ المفعول. عفوا. وحين الانتهاء من وضع الدستور يصبح الدستور نافذ المفعول وينتهي عمل هذه الهيئة. إذا هذه الهيئة تنشأ لوضع الدستور، يبدأ عملها مع بدء وضع الدستور وينتهي عملها مع الانتهاء من إعداد الدستور، ويصبح الدستور نافذ المفعول. هاي الطريقة نسميها الجمعية التأسيسية تمثل الديمقراطية غير المباشرة. ليش عم نقول تمثل الديمقراطية غير المباشرة؟ لأنه في هيئة منتخبة من قبل الشعب سميناها الهيئة التأسيسية أو مجلس التأسيس التأسيسي تقوم بوضع الدستور نيابة عن الشعب، فسميناها أسلوب ديمقراطية غير مباشرة أو ديمقراطية تمثيلية. إذا الجمعية التأسيسية في هذه الطريقة لوضع الدستور وفق الطريقة الديمقراطية يقوم الشعب بانتخاب هيئة تسمى هيئة تأسيسية أو مجلس تأسيسي، مهمة هذه الهيئة أو المجلس وضع الدستور، وبعد الانتهاء من عملها في وضع الدستور يصبح الدستور نافذ المفعول وينتهي عمل هذه الهيئة أو المجلس التأسيسي. إذا في عندنا هيئة تأسيسية، هذه الهيئة التأسيسية منتخبة حصرا من قبل الشعب. هذا الأسلوب الأول في الأسلوب الديمقراطي اللي هو الجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي. أما الأسلوب الثاني الاستفتاء الدستوري، الأسلوب الثاني الاستفتاء الدستوري، في عندنا لجنة، في عندنا لجنة، هذه اللجنة إما تكون لجنة حكومية معينة تعيين أو منتخبة من قبل الشعب، مهمتها وضع الدستور. إذا بالاستفتاء الدستوري في عندنا لجنة حكومية معينة تعيين من قبل الدولة، الدولة بتعين أشخاص مهمة وضع الدستور، أو هذه اللجنة قد تكون منتخبة من قبل الشعب. إذا في عندنا لجنة لوضع الدستور، هذه اللجنة قد تكون معينة من لجنة حكومية معينة تعيين من قبل الدولة أو تكون منتخبة من قبل الشعب. بينما في الأسلوب الأول الجمعية التأسيسية حصرا منتخبة من قبل الشعب، أما الأسلوب الثاني الاستفتاء الدستوري في عندنا لجنة قد تكون معينة تعيين من قبل الدولة نسميها لجنة حكومية معينة، أو قد تكون منتخبة من قبل الشعب. إذا مو شرط تكون منتخبة مثل الحالة الأولى، ممكن تكون منتخبة وممكن تكون معينة تعيين. هذه اللجنة مهمتها وضع الدستور. بعد الانتهاء من وضع الدستور، الدستور لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد عرضه على المواطنين، على الشعب، واستفتاء الشعب عليه. إن وافق الشعب عليه يصبح الدستور نافذ المفعول، إن لم يوافق الشعب عليه لا يصبح الدستور نافذ المفعول. أما في الحالة الأولى في الجمعية التأسيسية، إن في عندنا هيئة منتخبة من قبل الشعب وأنت وضع الدستور، وحينما تنتهي من وضع الدستور الدستور يصبح نافذ المفعول، أي في الحالة الأولى لسنا بحاجة إلى عرض الدستور على المواطنين استفتاءهم عليه. أما في الحالة الثانية اللي هي الاستفتاء الدستوري، بعد انتهاء هذه اللجنة من وضع الدستور الدستور لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد عرضه على المواطنين واستفتاء المواطنين عليه. إن وافق المواطنون على هذا الدستور الدستور يصبح نافذ المفعول، إن لم يوافق المواطنون على هذا الدستور الدستور لا يدخل حيز النفاذ. إذا فهمنا شو الفرق بين الأسلوبين في الأسلوب الديمقراطي نشر الدساتير، الجمعية التأسيسية
والاستفتاء الدستوري في الجمعية التأسيسية في عام هي حصرا منتخبة. هذه الهيئة بعد الانتهاء من مهمتها في وضع الدستور، الدستور يصبح نافذ المفعول دون الحاجة إلى عرضها للمواطنين استفتاء الناس عليه. أما الأسلوب الثاني للاستفتاء الدستوري، في عندنا هيئة قد تكون منتخبة من قبل المواطنين وقد تكون معينة لجنة حكومية معينة. لا يشترط أن تكون منتخبة، قد تكون منتخبة وقد تكون لجنة حكومية معينة من قبل الدولة. مهمة وضع الدستور، بعد الانتهاء من وضع الدستور، الدستور لا يصبح نافذ المفعول كما هو الحال في الحالة الأولى، وإنما لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد استفتاء الناس عليه وموافقة الناس عليه، المواطنين. إن وافق المواطنين على الدستور يصبح الدستور نافذ المفعول، إن لم يوافق المواطنين على الدستور، الدستور لا يدخل حيز النفاذ. هذا هو الفرق في الأسلوب الديمقراطي بين الأسلوبين أو الحالتين، اللي هو الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري. واضح؟ واضح الأسلوب الديمقراطي؟ طيب إن شاء الله يكون واضح. هذا فيما يتعلق بالأسلوب الديمقراطي. طيب في الاستفتاء الدستوري نميز هون انتبهوا ملاحظة بين الاستفتاء الدستوري وبين الاستفتاء السياسي. شو الفرق بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي؟ الاستفتاء الدستوري حينما تكون إرادة الشعب حرة، أي حينما يعرض الدستور على المواطنين للاستفتاء على هذا الدستور، إرادة المواطنين حرة، فينا تقول نعم وفينا تقول لا. بينما الاستفتاء السياسي حينما تكون إرادة المواطنين غير حرة، أي حينما يعرض الدستور على المواطنين لا يمكن للمواطنين أو ليس أمامهم خيار إلا الموافقة على هذا الدستور. هذا هو الحال الأنظمة الدكتاتورية. لما نحن حنا عند النظام، لما يصير انتخابات مثلا رئاسية أو الاستفتاء على الدستور، أنت بتروح لتنتخب أو تشارك بالاستفتاء، ما فينا غير تقول نعم، ما فينا تقول لا. هذا استفتاء سياسي وليس استفتاء دستوري. إذا الفرق بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي، الاستفتاء السياسي حينما تكون إرادة الشعب غير حرة، أي هي مجبرة على الموافقة نتيجة الضغوط الأمنية والمراقبة الأمنية والقبضة الأمنية. الاستفتاء الدستوري حينما تكون إرادة الشعب حرة، أي بإمكانها أن تقول نعم وبإمكانها أن تقول لا. واضح شو الفرق بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي؟ واضح يا نور؟ تمام. طيب احنا حكينا حاليا عن أساليب نشر الدساتير، في عنا أساليب غير ديمقراطية اللي هي المنحة والعقد، في عنا الأسلوب الديمقراطي اللي هي من خلال أسلوبين الجمعية التأسيسية والاستفتاء الدستوري. ننتقل الآن إلى نهاية الدساتير. هلا نحن ذكرنا أنه أساليب نشر الدساتير، طيب هاي الدساتير لا يمكن إنهاؤها، يعني بس حطينا الدستور خلص إلى اللانهاية؟ لا، ممكن أن تنتهي الدساتير، رح نشوف كيف تنتهي الدساتير، ولكن بأسلوب نشر الدساتير اللي حكيناها أنه الذي يضع الدستور هو السلطة التأسيسية الأصلية. طيب متى يتم وضع الدستور؟ يتم وضع الدستور من قبل السلطة التأسيسية في كل مرة يتم نشوء دولة جديدة. إذا يتم وضع الدستور من قبل السلطة التأسيسية في كل مرة تنشأ فيها دولة جديدة. طيب متى تنشأ الدولة الجديدة؟ بالمفهوم الدستوري، بالمفهوم الدستوري تنشأ دولة جديدة في 3 حالات. الحالة الأولى في حال الحصول على الاستقلال السياسي، لما تكون دولة محتلة. طبعا هذا الحكي كان سابقا الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الإنجليزي، الاحتلال الإيطالي، حينما كانت الدول العربية مثلا مستعمرة، وحينما حصولها على استقلال سياسي هنا تنشأ الدولة الجديدة ويتم وضع دستور جديد لهذه الدولة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حينما تتحد دولتان في دولة واحدة. يعني سابقا مثل ما بنعرف الوحدة بين سوريا ومصر، كان في عندنا دولة اسمها سوريا وكان في عندنا دولة اسمها مصر، وحينما حصلت الوحدة عام 1958 لم يعد أمامنا دولة اسمها سوريا ولم يعد أمامنا دولة اسمها مصر، وإنما ظهرت إلى الوجود دولة جديدة اسمها الجمهورية العربية المتحدة. فهذه الدولة الجديدة اللي اسمها الجمهورية العربية المتحدة لابد من وضع دستور لها.
أو العكس تماما، حينما يكون لدينا دولة وتتفكك إلى عدة دول، مثل الاتحاد السوفيتي سابقا، كان في عندنا دولة اسمها الاتحاد السوفيتي، وحينما تفككت إلى دول الاتحاد السوفيتي صار في عندنا أكثر من عدة دول، وبالتالي كل دولة تحتاج إلى دستور جديد. إذا الحالة الثالثة الأخيرة اللي هي حين انهيار النظام السياسي في الدولة عقب بعد ثورة، عقب ثورة أو الحرب. يعني حينما ينهار النظام السياسي بعد نجاح الثورة أو بعد حرب، لابد من وضع دستور للدولة. إذا نحن متى يتم وضع دستور من قبل سلطة التأسيسية؟ حينما تنشأ دولة جديدة، وتنشأ الدولة الجديدة في المفهوم الدستوري في 3 حالات. عفوا، الحالة الأولى اللي هي في حال حصول الدولة على الاستقلال السياسي بعد الاستعمار، يعني لما حينما تكون دولة مستعمرة وتحصل على الاستقلال السياسي يتم وضع دستور لهذه الدولة. الحالة الثانية في حال اتحاد دولتين في دولة واحدة، كما ذكرت الوحدة بين سوريا ومصر، أو العكس تماما في حال تفكك دولة إلى عدة دول، أخذنا مثال ذلك الاتحاد السوفيتي. الحالة الثالثة الأخيرة حينما ينهار النظام السياسي في الدولة وذلك عقب ثورة أو نتيجة الحرب. إذا ذكرنا هذه الأساليب، الدساتير، الأساليب الديمقراطية، الأساليب غير الديمقراطية اللي هي العقد والمنحة، والأسلوب الديمقراطي، الجمعية التأسيسية، والاستفتاء الدستوري. ننتقل إلى أساليب نهاية الدساتير. نهاية الدساتير طبعا في عندنا أسلوبين، أسلوب عادي وأسلوب غير عادي، اللي هو الأسلوب الثوري. الأسلوب العادي في نهاية الدساتير، طبعا الأسلوب العادي في نهاية الدساتير هو انهاء العمل. طبعا هو قبل ما نحكي عن الاسلوب العادي والاسلوب الثوري بدي اميز بين شغله. لما بقول نهايه الدساتير اي الغاء العمل بكافه احكام الدستور، وانما اذا تم انهاء العمل ببعض احكام الدستور لا نكون امام نهايه الدساتير، وانما نكون امام تعديل الدساتير. اذا نهايه الدساتير هو الغاء او توقف العمل بكافه احكام الدستور، أما إلغاء أو توقف العمل ببعض أحكام الدستور لا نكون هنا أمام نهاية الدساتير، وإنما نكون في هذه الحالة، أمام تعديل الدستور. طيب، مثل ما ذكرنا أنه في عندنا بنهاية الدساتير أسلوبين، أسلوب عادي وأسلوب ثوري أو غير عادي. الأسلوب العادي أي توقف العمل بكافة أحكام الدستور مثل ما قلنا في نهاية الدساتير بطريقة سلمية. بطريقة سلمية، يعني نحن كان في عندنا نظام سياسي واقتصادي واجتماعي معين في الدولة، وبعد فترة تغير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وتم إصدار إنهاء العمل بالدستور القديم ووضع دستور جديد يتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة السائدة في الدولة. هذا أسلوب عادي، أسلوب سلمي، ما في عندنا ثورة، ما في عندنا حرب، ما في عندنا اقتتال، فنسميه أسلوب عادي لأنه يتم تعديل إنهاء الدستور ووضع دستور جديد بطريقة سلمية بعيدا عن العنف وبعيدا عن القوة. إذا الأسلوب العادي حينما يتم إلغاء العمل بكافة أحكام الدستور واستبداله بدستور جديد يتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة السائدة في الدولة. إذا إنهاء العمل بالدستور القديم بطريقة سلمية بعيدة عن العنف والقوة. طبعا هذا هو الأسلوب القانوني لنهاية الدساتير اللي هو الأسلوب العادي. إذا الأسلوب العادي في نهاية الدساتير بين قوسين هو الأسلوب القانوني، يعني الأسلوب القانوني هو الأسلوب الصحيح لنهاية الدساتير. طيب الاسلوب غير العادي او نحن بنسميه الاسلوب الثوري في نهايه الدساتير هو صحيح اسلوب منه قانوني، ولكن عمليا هو الاسلوب الاكثر حدوثا، وهو الاسلوب العملي الذي يتم فيه نهايه الدساتير. نحن على ارض الواقع عم نشوف انه الدساتير لا تنتهي الا من خلال الثوره. وان كان هذا الاسلوب هو غير قانوني، الاسلوب القانوني هو الاسلوب العادي. اما الاسلوب الثوري هو اسلوب غير قانوني، ولكن عمليا على ارض الواقع هو الاسلوب العملي والأكثر حدوثا على أرض الواقع. طيب كيف الأسلوب الثوري؟ من خلال ثورة، حينما يتم حصول ثورة في بلد معين يتم مع نجاح الثورة إنهاء العمل بالدستور القديم ووضع دستور جديد. أو الانقلاب، حينما يحصل انقلاب يتم إنهاء العمل بالدستور القديم ووضع دستور جديد. طيب شو الفرق بين الثورة والانقلاب؟ عم بيقول لك الثورة تهدف أساساً إلى تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في الدولة واستبداله بنظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، أي تغيير جذري وشامل في الدولة. بينما الانقلاب لا يهدف إلى تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنما يهدف فقط إلى تغيير نظام الحكم،
تغيير فقط نظام الحكم واستبداله بفريق حكم جديد، أي هدف الانقلاب الاستيلاء على السلطة. بينما الثورة لا، هدفها مو الاستيلاء على السلطة، هدفها تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في الدولة واستبداله بنظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد. أما الانقلاب هدفه فقط الاستيلاء على السلطة. انقلاب على نظام الحكم واستبداله بفريق حكم جديد، أي الاستيلاء على السلطة، مو هدفه تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي السائد في الدولة، وإنما هدفه فقط الاستيلاء على السلطة. هذا هو الفرق بين الثورة والانقلاب. طبعا هلا بغض النظر بين الثورة والانقلاب، التفرقة، هذه التفرقة القانونية، نحن أمام حالة إنه نجحت الثورة أو نجح الانقلاب فانتهى الدستور ويتم وضع دستور جديد. تسمى الحكومة التي تنشأ في أعقاب حدوث ثورة أو انقلاب بالحكومة الفعلية. إذن تسمى الحكومة التي تنشأ في أعقاب حدوث ثورة أو انقلاب عفوا بالحكومة الفعلية. طيب ليش سميناها بالحكومة الفعلية وليش ما سميناها بالحكومة الدستورية؟ سميناها بالحكومة الفعلية لأن الحكومة التي تأتي بعد نجاح الثورة أو الانقلاب تستمد صلاحياتها من أرض الواقع، لأن الدستور انتهى مع نجاح الثورة، فهي الحكومة ما عم تاخذ صلاحياتها من الدستور، لأنه عمليا مع نجاح الثورة والانقلاب الدستور انتهى. وإن كان هناك في آراء مختلفة للفقهاء حول نهاية الدساتير، فبعض الفقهاء بتقول لك مع نجاح الثورة قد لا ينتهي الدستور وإنما يستمر العمل في الدستور، ولكن الرأي الغالب أنه مع نجاح الثورة والانقلاب انتهى الدستور. وبالتالي هذه الحكومة التي تنشأ مع عقاب الثورة والانقلاب تأخذ صلاحياتها من أرض الواقع ولا تأخذ صلاحياتها من الدستور، لأن الدستور انتهى. عشان هيك بنسميها حكومة فعلية، لا تستمد صلاحياتها من الدستور وإنما تستمد صلاحياتها من أرض الواقع. وحينما يتم وضع دستور جديد تتحول هذه الحكومة إلى حكومة دستورية، لأنها في حين ذات تستمد صلاحياتها من الدستور. واضح شو الفرق بين الثورة والانقلاب، وليش الحكومة اللي تنشأ بعد نجاح الثورة أو الانقلاب نسميها حكومة فعلية وما نسميها حكومة دستورية؟ واضح يا نور؟ هلا ذكرنا انه مع نجاح الثوره والانقلاب يتم انتهاء العمل بالدستور ووضع دستور جديد. طبعا ذكرت انه في اختلاف بين اراء الفقهاء في هذا الموضوع، البعض قال لك لا يستمر العمل بالدستور القائم الى حين انت وضع دستور جديد، البعض قال لك لا انه ينتهي العمل في هذا الدستور الى حين وضع دستور جديد والحكومة تسمى حكومة فعلية مثل ما ذكرنا. كان في عنا آراء مختلفة بين الفقهاء في هذا الموضوع. طيب هذا فيما يتعلق بعد نجاح الثورة والانقلاب فيما يتعلق بالدستور، انه البعض ارتأى انه ينتهي العمل بالدستور القديم، البعض قال لك لا. طيب فيما يتعلق بباقي التشريعات المدنية الجزائية المدنية، يعني الدستور الرأي الغالب انه انتهى، طيب التشريعات المدنية الجزائية الاقتصادية، هل ايضا مع نجاح الثورة والانقلاب ينتهي العمل بهذه التشريعات؟ طبعا نحن في عندنا شيء اسمه مبدأ ديمومة الدولة. مبدأ ديمومة الدولة يقتضي استمرار العمل بالتشريعات المدنية والجزائية، لأنه في النهاية هي دولة مؤسسات. تبقى هذه التشريعات سارية المفعول، انتهى الدستور، أما باقي التشريعات المدنية والجزائية والاقتصادية والتجارية يستمر العمل بها. مع وضع دستور جديد وانتقال إلى مرحلة جديدة، إذا رأينا هذه التشريعات مناسبة للمرحلة الجديدة نبقى نعمل بهذه التشريعات، وإن رأينا أن هذه التشريعات تحتاج إلى إلغاء أو تعديل يمكن لاحقا إلغائها وتعديلها. أما القاعدة العامة المبدأ العام سنة مبدأ ديمومة الدولة، تبقى هذه التشريعات المدنية والجزائية والتجارية والاقتصادية مستمرة العمل استنادا لمبدأ ديمومة الدولة، وإن ارتأينا لاحقا أن هذه التشريعات تحتاج إلى إلغاء أو تعديل ممكن تعديلها أو إلغائها. أما مع نجاح الثورة والانقلاب تنتهي هذه التشريعات؟ لا، كما هو حال الدستور، لا، في شيء اسمه مبدأ ديمومة الدولة، أي استمرار العمل بهذه التشريعات. إن رأينا لاحقا أن هذه التشريعات تحتاج إلى تعديل أو إلغاء، ممكن إلغائها أو تعديلها لاحقا بتشريعات جديدة. تعديل الدستور اللي سألتني عنه يا نور، خليه إن شاء الله لبداية المحاضرة القادمة. هل انا طبعا راح يوميا اعطيكم محاضره، يعني امبارح اعطيتكم محاضره مدخل، اليوم اعطيتكم محاضره قانون دستوري، بكره راح اعطيكم محاضره مدخل، بعد بكره راح اعطيكم محاضره قانون دستوري، هيك كل يوم راح اعطي
بسبب انه انا بعد فتره راح اكون مشغول، فما راح يكون معي عندي وقت اعطيكم المحاضرات، فراح احاول انهي المنهاج المقرر بهاي الفتره، لانه لاحقا راح يكون في عندي التزامات معينه. فيوميا انا راح اسجلكم المحاضرات وراح انزلها على اليوتيوب. بكره ان شاء الله راح اعطيكم محاضره المدخل، بكره تنين، الثلاثاء راح اعطي قانون دستوري، وراح احكي عن التعديل عن السؤال اللي سالتني عنه يا نور. في النهايه عندك اي استفسار، اي طرح نور؟ تفضل، اذا في شيء من وضع محاضره اليوم يا ريت تسالني. تفضل. كله سهل ان شاء الله يا نور، بتمنى يكون كل الامور واضحه. هلا هي الماده حلوه، ماده قانون دستوري حلوه ودراستها ممتعه، يعني بتحس مرتبطه في واقعنا نحن كسوريين حاليا، عم نحكي عن الدستور وهيك، ففي شغف عن المواطن السوري يعرف انه مين السلطه المختصه في وضع الدستور، كيف تعديل الدساتير، ففي شغف لدراسه هذه الماده، للتعرف على هذه الماده. في النهايه الله يعطيكم العافيه جميع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نلتقي محاضرة قانون دستوري ان شاء الله يوم الثلاثاء. حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.